السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن محلول المينيتول. هو محلول دوائي يحتوي على عنصر نشط المينيتول الذي يتم استخدامه في المجال الطبي لأغراض مختلفة، بما ذلك علاج حالات تورم الدماغ الناجمة عن أمراض الستروكس والنزيف الدموي. يتم تسريع إزالة السوائل الزائدة من المخ عن طريق زيادة المياه في البول وتخفيض ضغط الدم، حيث أن المينيتول يعمل كمضر للبول دايوريتيك. يعمل المينيتول ايضا كمضر للبول، واستخدم ايضا في حالات انخفاض الدم واضطرابات الكلى مرتبطة بالعديد من الحالات الصحية.